الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، إذا مرضت فهو يشفيني، الذي يميتني ثم يحييني، الذي يميتني ثم يحييني، الذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. غلب ده طلع نصاب بكرة، بكرة تقوله فرج جالع. الراجل ده حد مفطمه على موضوع طارق، ودخل علينا وعلى الحاج على انه ولي وهيلعب العفاريت. لفنا كلنا وبلف الحاج وخلاه زي الختم في صباع الخنصر ده. ابن المركوب، وبكرة تشوفه، بكرة يخرج من الأوضة اللي حابس نفسه فيها دي ويلهف من الحش باكو. باكو ايه؟ قال لها 30 40 باكو. قال لها 30 40 باكو ويعمل الحجس الليوة، وكل يوم والتاني هينط. حتى لو كلامك ده طلع صح، والله ما سيبه لما اقطع